هذا شيخ أحد أن يتقرب إلى الله بذبيحة لكن في غير وقت الأضحية. من المعلوم أن التقرب إلى الله بذبيحة في غير وقت الأضحية لا يأخذ فيها أجر الأضحية، لكن إن تصدق بلحمها فله أجر الصدقة، وأما أن يأخذ أجر الأضحية فلا. عرفت؟ وحينئذ نقول له لا تتقرب بالذبح، لا تتقرب بالذبح إلا على نية أنك تريد أن تتقرب بالصدقة بلحمها.